إذا أردت أن تكون ربانيا في الجانب الاجتماعي فلا تتزوج عن شهوة ولا تتصرف على أساس نزوة، بل انظر إلى ما شرعه الله وأنه جعلك خليفة في الأرض وجعلك مؤتمنا على جوارحك، فلا بد أن تسعى لوضعها في الحلال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. إذا أردت أن تكون ربانيا في حياتك كلها فتذكر ضيق هذه الحياة وقصرها، وأنها مجرد معبر تمر به. مالي ومال الدنيا إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة. تذكر سرعة انقضائها وزوالها وذهابها، وأن تفاوت أهلها فيها إنما يزول بمجرد الموت. إذا وقفت على المقبرة لا تستطيع أن تميز بين قبر الذكر والأنثى والكبير والصغير والملك والمملوك والأبيض والأسود والمعمر والمنقوص من عمره والغني والفقير والجميل والقبيح والصحيح والسقيم، لا تميز بين قبورهم، لأن هذه الأمور إنما يفترقون فيها فوق الأرض في الحياة الدنيا القصيرة. أما في عالم البرزخ الطويل فإنه لا فوارق بينهم، ينقسمون فقط إلى قسمين، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذوذ.